أنه أبو هريرة هنا يلزم النبي على ملء بطنه لكي يخرج هذا التراث لهذه الأمة، فجعل أن العلم مقدم على ماذا؟ مقدم على الاشتغال بالدنيا. يجي واحد يقول لك شوف شوف المطاوع هذول، يعني 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 بلاش ناكل يا حد، قال لك ما تاكل انت، ما انت اكلت لحد ما جالك النقرس وجالك البلل الازرق، لكن هو قال لك على ايش؟ على ملء بطني بس، انت لازم تاكل لحد ما يشيلوك بتريلا. ايش هذا البشر هذا؟ مرت الايام، شوف سبحان الله، مرت الايام فاذا بابي هريره امير على المدينه. هل افتقر ابو هريره؟ امير على المدينه، وكان كما عند البخاري في كتاب العلم يصرع ما بين ايش؟ منبر النبي عليه الصلاه والسلام والقبله. ويجيء الجائي من المدينه يضع رجله فوق راسه يحسب انه في شيء، وما به الا الجوع. النبي جنون، ما به. مرت الايام فتنخم في الكتان. كده كان عنده منديل من الكتان تنخم فيه، قال ايه يا ابا هريره؟ ايه يا ابا هريره؟ وتذكر ايامه ايش؟ السالفة القديمة، كنت ما تلقى ما يملأ بطنك، والآن أنت أمير وتتنخى مكان في الكتان. ولما فتحت بلاد فارس وجيء بكل هذه الثروات في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، القنقل لوحده هو التاج الذي كان يجلس كسرى تحته، يمكن فيه قرابة 35 كيلو من الذهب. هذا القنقل بس عبارة عن كده تاج، ما يحطه فوق راسه بس يحطه هو يدخل تحته، مين حشير 35 كيلو في راسه؟ هذا القنقل بس. وإذا يسمونه القنقل، التاج يعني، التاج اللي كان يجلس تحته كسرى. جيء بكل هذا ونثرت في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعمر بكى قال إن الذي أدى هذا لأمين، ما سرق منه أي حاجة، ما الفلوس كثيرة، يعني لو سرق لا ما حيظهر شيء. قالوا عففت فعفت رعيتك يا أمير المؤمنين، ولو خنت لخانت رعيتك يا أمير المؤمنين، رضي الله عن الصحابة أجمعين. فقال أبو هريرة انفلوها أو لا تنفلوها، يعني قال خذوا منها كما تشاءون وتفتح عليكم كل البلدان، فقد أخبرنا بها كلها رسول الله عليه الصلاة والسلام. كل هذه النبي خبرنا، وأنا عندي يقين أنها كانت إيش؟ كانت ستحدث. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.